السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتم تشاهدونا داخل المملكة أو خارج، أول ما كنتم دائما نرحب بكم في سهرة سهرانين والبيت بس برامج قناة السودان 24 الآن من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي ضمن قنوات سعودية 24. مساكم دائما سعيد وسهرانين معكم إن شاء الله اليوم، يوم مميز بإذن الله مع ضيوف وكفاءات أيضا مميزة داخل المملكة العربية السعودية. كوميك وناهد سهرانين معكم، مساء الخير عليكم. مساء النور ناهد، كيف تمام؟ نهاية الأسبوع كانت سعيدة إن شاء الله. سعيدة والله. الحمد لله. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في سهرانين، وسهرانين معاكم كل يوم إن شاء الله. إن شاء الله ليه الحلقة تكون جميلة ولطيفة، وزي ما تعودنا دائما نقول لكم يا أخواننا ملاحظاتكم وأراكم بتهمنا شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حبابكم عشرة، وأهلا بضيوفنا داخل الاستوديو، مرحب بكم وحبابكم ألف، وأهلا بك يا ناهد. أهلا بك مرة ثانية يا إبراهيم، وإن شاء الله زي ما بداية أسبوع كمان سعيدة إن شاء الله على الجميع بإذن الله. ضيوفنا داخل الاستوديو بيزينوا هذه الحلقة أكيد بعدين بجميل المعلومات وجميل الكلام أيضا، جميل الثقافة القانونية، القانون وأثره في المجتمع هو كل المجتمع، حنعرف الكثير جدا عن العدالة وما شابهها وعن التحري وعن التفتيش وعن القبض على المجرم وحاجات كثير إن شاء الله إحنا كلها هنعرفها في الحلقة دي، وأكيد بتهم الناس كثير جدا إنهم يعرفوا عن العدالة أكثر وأكثر. معنا داخل الاستوديو الأستاذ إيهاب يوسف مستشار قانوني، أهلا بك مساء الخير عليك. يا هلا بك أستاذ ناهد وأستاذ إبراهيم، مرحب بكم، سعيد جدا باستضافتكم لنا في برنامجكم المميز سهرانين. أتمنى أن نحظى بوقت ممتع برفقتكم وأن نقدم ما يفيد المشاهد. حقيقة لا بد أن أزكي على فكرة إنشاء هذه القناة التي أصبحت تمثلنا في الخارج بعد غياب طويل، والتحية لشهداءنا شهداء ثورتنا المجيدة ولمن سبقوهم وعانوا في دارفور وكردفان وجبال النوبة من ويلات الحروب. التحية لهم جميعا ولأسرهم وأمهاتهم الصابرات، شكرا لكم. أهلا بك، الله يحبكم، ونحن سعيدين الليلة بوجودك معنا. كما بنرحب الدكتور مصعب عوض الكريم، اهلا بك ومرحب بك، ونحن سعيدين بوجودك الليله معنا في الاستوديو. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه رحب بكم ترحيب حار، واشكر القائمين على امر هذه القناه، معدين ومخرجين واداره القناه، لاتاحه الفرصه لنا للظهور عبر برنامج سهراني. يا أهلا بكم وأهلا بالاستشارات القانونية إن شاء الله، وإن شاء الله الحلقة تكون مميزة. أهلا بكم وسهلا مرة ثانية. السودان يدين الهجوم على منشآت نفط سعودية. أدانت وزارة خارجية جمهورية السودان بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مصفاة تكريم النفط بالعاصمة السعودية الرياض بالطائرات المسيرة الجمعة الماضية. وقال تصريح صادر عن الخارجية أن السودان يزيد موقفه الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، فهو يؤكد وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، كما يؤكد دعمه لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. هذا هو خبرنا لهذا اليوم، متواصلين معكم، حنسمع حاجة من الكنترول هدية لضيوفنا وليكم انتم، ونرجع نتواصل معكم تاني، خليكم معنا. We'll be right back.
غريب في الأمر جدا وقلبي شال في الآخرة همك زي ما شال في الدنيا حبك الغريب في الأمر جدا وقلبي شال في الآخرة همك زي ما شال في الدنيا حبك وقبل ما وشفتك كيف مشينا منك وقبل ما شلت زاد الريرة حنك وشلت وعدك بانتظاري حس جيت تنكر هوانا ويا زاد الريح حنك شلت وعدك وهسه جيت تنكر هوانا الليله جيت تنكر هوانا وهسه جيت تنكر هوانا الليله جيت تنكر هوانا وهسه جيت تنكر هوانا الليله جيت تنكر هوانا وهسه جيت تنكر هوانا مشاهدينا الاعزاء شكرا لطه سليمان، شكرا للفرقه الموسيقيه اللي عزفت معه الاغنيه دي، شكرا للجمهور اللي تفاعل مع الاغنيه دي، كانت اغنيه جميله جدا. نحن زي ما قلنا لكم اليوم نحن تحت رأفة القانون انا وناهد انا متهمك انت ما تنسى اني انا برضو قانونيه يعني انا ما عارف عشان كذا طيب الليله اليوم يوم الليله اليوم يوم معليش انت برا احنا اليوم مع المحاكمه او المحكمه العادله احنا دائما بنشوف كثير من الاحداث كثير من النماذج الموجوده حولنا بنشوف ناس بتجينا تساؤل كثير جدا ليه ما تم محاكمته في ناس مفروض يتم محاكمتهم بصوره عادله في ناس لغايه الان يعني وكمان حاجات كثيره يعني احنا ببساطه كده لو جينا تكلمنا مثلا عن الطالب يا ابراهيم اللي كتر ربنا يرحمه في الفتره في الطالبه الاسلاميه ايوه صح زي ما شفنا في احنا عايزين نعرف انه يعني مثلا حاجه من الحاجات اللي كانت مضايقاني الفيديو او الصوره اللي صوروا معه الفيديو هو نازل من الطياره
الناس كلها استنكرت الحكاية دي، أنا واحدة من الناس استنكرت، لأنه إحنا مفتكرين إنه لغاية الآن إذا ممكن يكون عبر شائعات أو معلومات خاطئة أو حاجة، يمكن ما ده الزول المقصود اللي هو المقبوض عليه، احتمال واحدة من الحاجات طبعا احتمال هي، وقد تكون سخرية، يعني سخرية من إنه زول كتل زول الناس تتصور معاه، ممكن تجيب شبيه وتتصور معاه باعتبار إنه يعني بتكون سخرية أو مداعبة كده. لو لا لو جينا أنا بقصد لو بطريقة قانونية إحنا كيف نعرف إنه هو ده الإنسان المقصود فعلا؟ كويس، ما هو مفروض المتهم بريء حتى تثبت إدانته. معلش بس في الحتة دي عشان نخش بعد شوية على أسئلتنا، إيهاب أستاذ إيهاب كلمنا عنها. نعم طبعا هذه من أول الضمانات المفروض إنه تحقق للمتهم قبل إحالته قبل إدانته المجتمعية، قبل ما نصدر عليه حكم بإدانة مجرد إنه يتم القبض عليه، وهذا لا يعتبر دليل كافي للحط من كرامة هذا الشخص المتهم، لأنه التهمة يعني هي لا تعتبر إدانة، التهمة مجرد بداية أو شبهة في إنه هذا الشخص متهم، وقد يصدر حكم لاحقا بالبراءة. فتعامل المجتمع في الأوان الأخيرة أصبح يعني مع كل متهم يعني تشير إليها أصابع الاتهام بأنه هذا الشخص ربما تورط في جريمة محددة، يتم تصويره والتبشيع به قدام المجتمع. ده كله غلط صح؟ كله غلط غير مقبول إطلاقا، ليس له سند من أخلاق ولا من القانون ولا من النظام، هذا شيء مخالف يعني، وكل الاتفاقيات الدولية حظرت هذا الشيء، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، ما لم يتم الحكم النهائي يعني تثبت إدانته مع الداخل الناس تصورها. نعم بالضبط مظبوط. حتى النظام أو القانون الإجراءات الجنائية السوداني نص على ذلك في المادة 83 الفقرة 3 تقريبا، ذكر أنه يعامل المتهم معاملة تليق بكرامته، ولا يجوز إيذاءه نفسيا أو بدنيا، ويحرم الاعتداء عليه بأي صورة من الصور. أنا عجبتني المحاكمة بتاعت الجمهور، محاكمة المواطنين أو الشعب، يعني المواطنين برضو كمان حاكموا الناس اللي صوروا ذيل بالسخرية منهم. نعم سخروا منهم. نعم. يعني شنو انت قبضت لك؟ هذا هذا مجرم هارب. نعم. أو متهم هارب يعني. أيوة. فهي ما بالحجم الكبير ذاك حتى انك تتصور معاه وتفتخر بها، لأنه ده شغلك أنت وده أداءك أنت، يعني مفترض أنك ما تتجاهل يعني. حتى مفروض ما يتصور بالضبط. فيديو هو نازل، لأنه أنت لسه يعني مفروض. نعم. شركات الطيران أنا غاية درعي يعني. نعم. شركات الطيران أو المسؤولين في الطيران المدني يمنعوا التصوير بالفيديو ولو من موظف، ودي كل حاجات على عقوبات. نعم. يعني ما أنت ما ممكن هو جاء من الطيارة ولسه ما تحكم عليه هو. نعم. فقط معلومة وصلت أنه هو بورسودان. بالضبط بالضبط. نعم. هو تم القبض عليه وقبل أن يعني حتى تتضح الرؤية بالنسبة للأجهزة العدلية على هذا الشخص هو صحيح المطلوب، لأنه لم يكن هنالك أصلاً شاهد عيان للحادثة نفسها. صح. تم اختيار هذا الشخص ربما بصورة عشوائية كما قلت يا أستاذ ناهد، إنه ربما لمقولات يعني أو لسعي السلطات لإخماد الحدث، لأنه كانت ضجة، وهذه ليست الحادثة الأولى، سبق تصوير السيدة وداد حرم الرئيس السابق عمر البشير، والآن كذلك اليوم في جريمة وهي مقتل طرمبة البنزين. طرمبة البنزين، العامل بطرمبة البنزين، تم تصوير القتيل وتم تصوير بعض المتهمين أثناء خضوعهم للعرض البوليسي، في الكلب البوليسي. أيوة. يطلع زول كويس انه من ظهره يعني طلع زول. هذا حسي الحاجات دي كلها مفروض ما تطلع، هذا مفترض يتم معاقبة كل شخص متورط. طيب. في تصوير هذه طيب المقاتل. الزول الأسي صور ده معناه هو موجود في حتة عدلية اللي هي سواء كان مزبوط. في الشرطة. أيوة. او غيره مؤكد. كيف يسمح بالحاجة دي؟ ذاته غلط، هو تجاوز يعني. هذا يعتبر جهل يعني، ضعف الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية في إن توعي أفرادها، يعني أفراد الضبط والتحري من المفترض يتم توعيتهم توعية قانونية كاملة بحقوق المتهم، لأنه حفظ حقوق المتهم هو يعني صيانة للمجتمع بأكمله. أنت اليوم شخص سليم ليس عليك أي اتهام، ربما بكرة متهما.
قد تتعرض لنفس الإشكاليات يعني. طيب سؤال صغير كده معلش، الكلب البوليسي إبراهيم ما ممكن أبدا يخطئ يعني، قلت تطلعه كيف يعني؟ نعم يستحيل؟ هذه في القانون تعتبر قرائن، القرينة ليس لوحدها كافية لإدانة المتهم، القرينة لا تقوى لوحدها لإدانة المتهم، لابد من تعضيدها ببينة أخرى، هذه تعتبر في قانون الإثبات السوداني مجرد قرينة لا تؤسس عليها الأحكام، حتى القضاء لا يعتمد عليها، ما لم يجي معها احتراف وجود بصمات في محل الجريمة، هذه أشياء ربما تعضد الإدانة وتكفي لإدانة للحكم بإدانة هذا المتهم، لكن مجرد أن يأتي الكلب ويجره من الخلف على أساس أنه هذه إشارة لإدانته أو تورطه في المحكمة، حاجة أنا أخذتها بالجنب على أساس أنه بعد كده أشوف ممكن يحصل شيء، قرينة ممكن تحققي معه تضغط عليه في التحقيق بدون تعذيب ولا طبعاً بدون أذى نفسي، طبعا عايز أقول لك بدون تعذيب، أيوة طبعا بدون أو تنكيل، أيوة أو تنكيل به في الإطار المباح طبعا. طيب كيف بيتم اختيار المتحردة أو اللي احنا هسه وقعنا في أخطاء زي ما ذكرته قبل شوية إنه في أخطاء يعني المفترض إن احنا نتداركها، كيف بيتم اختيار الزول ده ذاته؟ الزول بيعمل الحاجات الملتوية دي، يصور المتهم قبل ما تثبت إدانته كده يعني، يعني هو يعني حر يعني يتصرف زي ما هو عاوز؟ هي أنا أفتكر إنه هذه التصرفات فردية بتكون من الأجهزة الشرطية أو أجهزة إنفاذ القانون، يعني تصرف فردي من شخص صور على أساس أرسله لصديقه لكذا، والموضوع انتشر مع وسائل التواصل الاجتماعي، عايز لايكات سبق صحفي، نعم نعم، لكن الحادث ده بالذات يعني يخالف مبدأ افتراض البراءة في المتهم، مفروض المتهم يعني مجرد القبض عليه تفترض فيه البراءة مباشر ما لم تثبت إدانته بحكم نهائي، يعني المتهم تم القبض عليه يمنع تصويره أو يعني إلباسه لباس السجون من البداية، يعني أنت لو بتشاهد في المحاكمات المبسوسة على الهواء مباشرة، محاكمات الآن الشغالة لابسين عادي يعني. المتهمين اللي ما بكون محكوم عليهم بيكونوا لابسين لبس عادي جدا في الانتظار، ولابس عمة وجلابية وكذا، لأنه هذا ما صدر ضده حكم نهائي، يعني هو بريء إلى أن تصدر في مواجهة حكم، إلى أن يصدر في مواجهة حكم نهائي. طيب الحق في المسؤولية قدام القانون كيف؟ زي جينا تكلمنا طيب عن مفهوم العدالة الكاملة أو العدالة المحاكمة العدلية يعني. المحاكمة العادلة طبعا هي مجموعة إجراءات، يعني ما في تعريف محدد لمفهوم المحاكمة العادلة، مجموعة من الإجراءات يعني في مجموعة تؤدي أو تهدف إلى محاكمة إلى عدالة للمتهم، يعني المتهم ده في النهاية يحاكم محاكمة فيها عدل، يعني بتبدأ من في المحاكمة، المتهم لما يجي في المحكمة لأول مرة، لما يحيله ملف القضية لأول مرة للمحكمة، بتبدأ إجراءات المحاكمة العادلة بمجرد توجيه الاتهام، توجيه التهمة، إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة له، يعني المحكمة بتبلغ المتهم بأنه أنت موجهة لك تحت المادة كذا، بتبدأ الإجراءات دي، فهي مجموعة من إجراءات فيها إنه يكون فيها تحري، لا التحري دي مرحلة سابقة، يعني إنها فيها يعني فيها مساواة، المساواة بين الأطراف أمام القانون، أمام العدالة، أمام المحكمة، أمام المحكمة وجاي، أيوة نعم، بر المحكمة بعد ذاك قبل ما يصل المحكمة ذاك شيء تاني مش نعم نعم، قبل ما يصل المحكمة دي إجراءات البوليسية التحري أو التحري والتحقيق. طيب أثناء وجوده في المحكمة لابد أن المحكمة عندها شروط حتى أنها تكون محكمة مستقلة ومحكمة نزيهة، يعني يثق فيها يعني، نعم نعم، ده طبعا
إجراءات المحاكمة العادلة نفسها مرتبطة بموضوع استغلال السلطة القضائية واستغلال المحكمة نفسها. استغلال السلطة القضائية طبعا الدولة فيها ثلاث سلطات: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية. السلطة القضائية استغلالها يعني إنه هي انحصار، إنه انحصار مهمتها في تطبيق القانون، ولا يجوز لأي سلطة أخرى من سلطات الدولة التدخل في أعمال السلطة القضائية. فده استغلال. بس في خروقات زي دي كده قبل كده حاصلة يعني؟ استغلال السلطة القضائية سابقا. نعم سابقا. ليس لا. نعم. فالسلطة الناس سواسية. الناس سواسية أمام القانون وأمام العدالة يعني. طب لو جينا سألنا إذا في كان ناس محبوسين يعني بقضية ما يعني ونقول سابقا برضو، الآن لم تتم محاكمتهم، موجودين في حين أنهم هم من وضع القانون في عهدهم أو وضع القانون في عهدهم، الآن لم تتم المحاكمة، بنظركم كيف ممكن تتم؟ والحبس، هل الحبس ده بيتجدد على أي أساس ومحبوسين لبتين ولشنو؟ تداوي تجاوب يا هاب. طبعا طبعا المادة المرتبطة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق هي المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، وهذه المادة أعطت كصورة أولية للشرطي أن يحبس المتهم على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة فقط. هذا بالنسبة للشرطي المتحري، سواء كان ضابط أو رتبة أقل من ضابط. ثم بعد ذلك لوكيل النيابة، وكيل النيابة له صلاحية تجديد الحبس لثلاثة أيام على ذمة التحقيق. بعد ذلك السلطة بتكون أو الاختصاص بيكون للقاضي، له أن يجدد حبس المتهم لأسبوعين على ذمة التحقيق، ثم للقاضي الأعلى له أن يجدد سلطة الحبس مدة الحبس إلى 6 أشهر. طيب هسي في سنة وسنة ونص وسنتين، هذا يعتبر خلل. لما أنت المادة ذكرت في عجزها في مؤخرتها أنه الاختصاص لما يتجاوز 6 أشهر يعتبر لرئيس الجهاز القضائي. المادة أعطت رئيس الجهاز القضائي سلطة مطلقة في أنه يجدد الحبس لأكثر من 6 أشهر، ولم تضع حد أعلى بحيث أنه فقط يتقيد بهذه المدة سنة أو سنتان. لذا المشكلة هي مشكلة تشريعية في البدء، بخلل في هذه المادة. يعني في غلط؟ خلل في هذه المادة طبعا، والمادة موضوعة في النظام السابق. هي دي طبعا الأسئلة بتدور في أسهان الناس كثير، يعني فلان وفلان محبوسين. أيوة. على ذمة التحقيق، ناس لهم سنة وسنتين حتى لو كانت قضية عامة أو غيرها يعني. الناس واحد بيستغرب لغاية الآن لم تتم محاكمتهم. هذا القانون، هم يتم محاكمتهم بناء على هذا القانون. نحن القانون من الوضع، هم الذين وضعوه، هم الآن الذين يحتجون على إجراءات تعسفية تستخدم في مواجهتهم، هم من وضع القانون بإطالة أمد الحبس بصورة مضرة، هم من وضعوا هذا القانون وحاكموا بناء على هذا القانون معظم الشعب، ولم يقدر أحد أثناء كانت هنالك أصوات تنادي بتعديل هذه القوانين، لكن لم يلتفت إلي أحد منهم. الآن هم يزوغ ما يعني ذنب ما فعلوه في الشعب يعني. بس لكن الحبس قد يكون الحبس مريح لهم احسن من يحاكموا، قد هم يرتاحوا في وضعيه زي دي اذا احتاجوا للمستشفيات او غيره يوجد يعني. انا بتكلم عامه وليس يعني جماعه يعني. القضايا مختلفه، القضايا في قضايا كبيره تحتاج لوقت اكبر، في قضايا صغيره ممكن تتحسم في وقت وجيز، وفي قضايا واضحه. ايوه نعم. وفي يعني متهم بيكون يعني متهم بعدة قضايا بالضبط، يعني دي اللي بتحدد هي الزمن، الفترة الزمنية الممكن يتحبس فيها هنا ولا هي كلها مراحل استدلال. يعني مرحلة التحقيق هي مرحلة استدلال للوقائع المتعلقة بالدعوة الجنائية. متى ما تكونت هذه الوقائع واكتملت تحال مباشرة من المتحري إلى المحكمة في الفترة التي تكتمل فيها الإجراءات وتوجه فيها التهمة، مباشرة يحيل وكيل النيابة المتهم إلى المحكمة لإجراء محاكمته، ثم بعد ذلك يصدر حكم في حقه ويمر بمراحل الطعن سواء كان استئناف أو مراجعة. وبعض الأحيان إذا ترتب
على الحكم إهدار لحقوقه الدستورية، قد تمر القضية بمسار المحكمة الدستورية ثم بعد ذلك تنفيذ الحكم. فهي مراحل، يعني في مرحلة التحقيق زي ما قلت ترتبط بالتحري، متى ما اكتملت الوقاية حول القضية تحال مباشرة. طب عنده حقوق المتهم داية، عنده حقوق عند القبض عليه، يعني أي متهم في الدنيا دي هو قبض عنده حقوق، حتى عند التفتيش عند كل حاجة يعني. وممكن يبلغ يقول أنا اتقبض علي. عايزين نعرف إنه شنو هو، كان شخص عادي يتقبض سواء كان مجرم مدان أو لا، إذا كان مدان أو لا بقول مدان، ممكن شنو حقوق عليه حقته شنو هي؟ طبعا أول ما يتقبض، أيوة زي ما ذكرتي في حقوق مرحلة التحري هي ثلاثة مراحل، اللي هي مرحلة القبض على المتهم تحديده والقبض عليه، ثم مرحلة تفتيش المتهم، واخر شيء هي مرحله التحقيق معه. ممكن يكون اشتباه يعني، حتى ممكن يكون اشتباه. من الحقوق الثابته عند القبض على المتهم انه يتم تبليغه بالتهمه الموجهه اليه مكان ما تقبض. نعم نعم، في اللحظه اللي يتم قبضه عليها، القبض عليه فيها يجب تبليغه بنوع التهمه ونوع الجريمه التي تم القبض عليه بسبب هذه الجريمه. لازم لا بس يبلغ. احنا سامعين كثير بيقول لك يلا معانا، حتعرف قدام تمشي معانا تمشي معانا، بس هذه اجراءات تعسفيه وغلط الكلام ده، تقييد للعداله واهدار لحقوق المتهم، وليس صحيح استعمال سلطه في غير مكان، في غير مكان. هذا تعسف، من حق المتهم ان يبلغ بالتهمه التي قبض عليه بسببها. هذا نص عليه قانون الاجراءات الجنائيه. من حق المتهم يجب أن يكون أمر القبض صادرا من موقعا من النيابة أو من القاضي، ومنصوص عليه سبب القبض في نفس أمر القبض. طيب هناك يعني عدة عراقيل بتعرقل على المحكمة، بيتعطل سير العدالة. مثلا بتلقى في بر المحكمة الكلام ده، من الشرطة لحد ما تصل أمام المحكمة، لحد ما تصل العرضة الحقيقية قدام ديلك. في عراقيل كثيرة بتعطل سير القضية، اللي هم مثلا الشهود الزور، كويس، الرشوة والمحسوبية، المماطلة عموما يعني. أيوة البتيم خارج هنا بتأثر على المحكمة جوا. هل المحكمة جوا برضو ممكن تعرف الحاجة دي من حزيات القضية وكذا؟ والله شوف، المتهم لما يكون قدامه، لما يمثل أمام المحكمة، المحكمة هي بيكون تحت حماية المحكمة. يعني المحكمة بتمنع توجيه الأسئلة للمتهم أو إخافته أو يعني الضغط عليه، فبكون مجرد ما ظهور المتهم أمام المحكمة هو يكون في حياسة المحكمة، فما بكون في أي يعني. إحنا بنتكلم عن محكمة في السودان، محكمة في المملكة العربية السعودية، طبعا هسي إلكترونية هي، لكن كمستشارين أنتم يمكن عارفين الوضع كيف. المحكمة هنا متزمتة جدا، واقعية جدا، القضاء قوي جدا في المملكة العربية السعودية، يعني عايزين نعرف عنه أكثر. وبالنسبة للقضاء في المملكة العربية السعودية طبعا بيقوم على أحكام الشريعة الإسلامية، وفي تطورات كبيرة وهائلة في الفترة الأخيرة في تطوير منظومة القضاء في المملكة، إصدار أنظمة جديدة وتشريعات متخصصة حسب إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سلمه الله، في انه في خلال هذا العام بتصدر مجموعه من الانظمه، سماها الانظمه منظومه التشريعات المتخصصه. فيها نظام العقوبات، نظام الاحوال الشخصيه، نظام المعاملات المدنيه، ونظام الاثبات. فدي طفره طبعا كبيره جدا، تطور في بيئة القضاء في المملكة، وتساعد في صدور الأحكام بصورة موحدة، ما بكون في تباين، ما بكون في اجتهاد بالنسبة للقضاء كذا.
نعم جميل. نرجع لأستاذ إيهاب كمان. أستاذ إيهاب، من حق المتهم في أي قضية، نحن نقول المتهم أو المدان يعني قبل ما تصدر عليه أي يعني عقوبة أو خلاص ممكن هو اتهم أو لا، إذا هو قبض يعني من حقه طبعا يعامل معاملة كريمة، معاملة إنسانية. الإنسانية هي دي أولا قبل كل شيء. منلاقي في ناس يعني حسب ما منشوف في بعض الأفلام هنا وهناك يعني منلاقي في المعاملة بتكون بعض الناس ممكن يكون في تعامل سيء لهم، ودي من الحاجات الما كريمة. في حين انه انا بتذكر في حاجه في السودان يعني، بس ما خليها اقول لك بعدين تحت الهواء يعني، حاجات برضو بتدل على انه فعلا المعامله كريمه زياده عن اللازم. بس اسالني منها بعدين يعني، ممكن تكون كريمه جدا يعني، لا في معامله كويسه يعني، لكن عموما يعني المتهم معاملته كريمه واجب انساني. نعم بالضبط. هو الهدف من وضع العقاب هو اصلا يعني القرض الاساسي من تجريم بعض الافعال بعينها ووضع عقوبات لها، وحفظ أمن المجتمع لتحقيق المصلحة العامة في المجتمع ومصلحة الأفراد. لكن من ناحية أخرى، العدالة الجنائية تفرض أن يعامل المتهم معاملة تليق بكرامته وإنسانيته وكيانه وشخصه. كان ده في الحجز ولا بعد ما صدر عليه حكم؟ في الحالتين؟ في كل الأحوال يجب أن يعامل المتهم معاملة إنسانية. طالما هو متهم يجب أن يعامل معاملة إنسانية بغض النظر عن نوع التهمة التي قبض عليه بسببها، هل هي تهمة سياسية مدنية جنائية، بغض النظر عن وضعه السياسي والمالي يجب أن يعامل معاملة كريمة تحفظ له كافة حقوقه. حكاية وضع المالي دي بتذكر في السجون يا إبراهيم، لما نمشي هناك أيام ما احنا شغالين يعني الفترة الأولى، بلاقي يعني ما شاء الله حتى الميسورين الحال هم مدانين جوا ومحكوم عليهم بيطلعوا ناس بيساعدوا الناس وتلقاه جايب الفطور الجماعي وجايب للطباخين، ويعني في ناس يعني المعاملة أكثر من كريمة، غير إنه إنه التعامل ذاته جوا مع بعض يعني معاملة كريمة جدا شفتها في السودان بالمناسبة. ممكن يدفع لك حتى مع بعض يعني، ممكن يسدد لك دينك عشان تطلع. هو في أصل في مرحلة التحري المتهم قلنا إنه يكون بريء فبيتعامل تعامل عادي، بس الحجزي نفسه على أساس إنه ما تفادي للهروب تفادي للكده. طيب استغلال السلطة القضائية بالغين ولا بالقاف؟ بالغين ولا بالقاف؟ القضائية ولا استغلال؟ عايزة ياتا انت عايزة ياتا. لو قلنا استغلال بتبقى مشكلة وكارثة، لكن لو قلنا استقلالة هي زي ما قال هي التنفيذة. نعم السلطة القضائية استغلال السلطة القضائية طبعا زي ما قلنا تشريعية وتنفيذية، إنه الدولة فيها ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. إنه استغلال السلطة القضائية إنه ما بيجوز لأي سلطة من السلطات الأخرى تتدخل في شؤون السلطة القضائية. الكلام ده مربوط بالمحاكمة العادلة نفسها، فإذا كان ما في استغلال للسلطة القضائية ما بتكون في محاكمة عادلة، ولا بتكون في يعني المتهم بيقابل بإجراءات ما بتكون سليمة يعني، لأنه أصلا السلطة القضائية هي اللي بتعين القضاة وهي اللي مهتمة بموضوع محاكمة المتهم من بدايته لحد النهاية. شفت إنه العدالة هي جزء من شعار الثورة مع الحرية والسلام، حرية سلام ماشى معهم كويس، وشهدنا في الفترة السابقة قانون النظام العام وهو كان هذا انتصار للحريات. أنا أعتبره انتصار للحريات، تم إلغاء هذا القانون الظالم، انتصار للحريات حقيقة يعني. الظالم أيوة، قانون ظالم ما عنده أي أساس، قانون النظام العام تم وضعه لإذلال الشعب. تم وضعه لإذلال الشعب يعني بدون أي، أنت مجرم بلا جريمة. طيب أيوة. أساره بتترتب عليها الأخطاء اللي أنا قلت عليك جبالي، اللي هي ما قبل المحكمة والتلاعب والمحسوبية. يعني بنحتاج كثير عشان إنه الآثار دي تذوب يعني. نعم أكيد بكل تأكيد. إذا حكمنا في قانون القضاء العام بنقدر يعني
نتحكم في الحاجة الحية المبرة دي، الشهود الزور، التلاعب البرة، العساكر الما فاهمين القانون زي ما هسي قالت ناهد بتصوروا معاه، دي كلها الفوضى دي كلها ممكن تتحسن من داخل القضاء؟ لا، هذه تتحسن بتشريع سليم، تتحسن بدورات تدريبية، بتوعية المجتمع، بتوعية الأفراد، بتناول يعني مثل هذا البرنامج، يعني يعتبر التوعية وثقافة عامة. أيوة صح. للأفراد يعني، لا حتى لأفراد الجهات العدلية مفروض. أيوة. يكون في محاسبة يعني هذه محاسبة ويكون في قانون رادع بالنسبة لهم، هي دي غير الشخص العادي موجود. نعم. عندهم في مواد بالدين بس ما بينفذ وما في محاسبة للأسف. لما تثبت عليه ومن تثبت عليه هذا الفعل هيحاسب يعني. القوانين موجودة بس في لازم تدريب التراخي. تدريب الأجهزة، أجهزة إنفاذ القانون، الشرطة والكذا، تدريبهم. نعم. وتأهيلهم وديهم وإعطاهم المعينات اللازمة لأداء واجباتهم. نعم. الشيء الثاني موضوع يعني القوانين موجودة والتشريعات موجودة وبس بتبقى على أي شخص ثبت في مواجهته فعل مجرم بحاسب يعني. جميل. والله يا أخي المفروض تكون إجباري إنه يكون في دورات تدريبية عشان نقدر نلحق سرعة سرعة مهم جدا نحقق العدالة. تسمع الغنى مش كده؟ ما في مشكلة. نسمع أي حاجة. المجتمع كله. لا يمكن يكون غضاء. لا 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 مجتمع ده المجتمع كله. القانون بالمناسبة جميل جدا جدا، هو كل المجتمع يعني. كل القانونيين تقريبا. كل المجتمع كل شيء يعني. سمعكم أغنية ما في حاجة اسمها لا. طوالي ما أشوف القانون طوالي. خليش بنا أغنية أغنية قانونية نشوف نجمة. نجمة. نجمة هسي. الليل الليل نعده. نشوف الكنترول محضر لنا شنو ونجي راجعين. Thank you.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية، رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه متواصلين معكم سهرة سهرانين اليوم بإذن الله. قضايا شابكة كثيرة جدا، المحاماة، القضاء، المشاكل البسيطة اللي ممكن الواحد يعرفها إذا في حال يعني لا قدر قبض عليه، بعض الحاجات تعرف حقوقك وين، تعرف اللي عليك شنو والبيك شنو، اتفتشت ما اتفتشت، الأمر الصادر ليك كمان ابراهيم يعني تتلاوع علينا حاجه ظريفه، يعني في ناس نزل بتشهد زورتي عندهم نكت وبرامج يعني. أيوة، وفي ناس كده ده المجتمع كده طبعا. أيوة، وطبعا العهد الفات يعني اصاب الغانوف في مقتل وكميه من العراقيل العرق اللي على الغانوف، لذلك هو الثوره قامت من اجل التصحيح يعني. من اجل التصحيح وحريه سلام وعداله. لا نعم، الشهادة شهود الزور ده برا في سوق برا المحكمة قبل ما تصل القانون صار القانون المرتب ذاك لحد القاعة أيوة برا في سوق عشان كده بنلقى فعلا في زحمة يعني. في عرضة حلقية وفي شهود زور كويس موجود الكلام ده كله في بالضبط كده، وفيه سماسرة عاملين فيها محامين كثيرين جدا. عشان كده دكتور مصعب فعلا بنلقى في زحمة يعني زحمة غير طبيعية. ما أنت أصلا لو متهم معك اثنين شاهدين قول في مثلا واحد من قرايبك أو اثنين ثلاثة، ليه العالم الكثيرة دي يعني؟ لو نخليها بعد الفاصل إيه رأيك؟ طيب الزور ديل أحكي لي بعد الفاصل والله الحين لا لا هسه أحكي لي عنه. تحت الزور هي يقول في مجموعة من الناس جالسين في بيت على أساس أنه مخصصين لأنه يشهدوا في شهادة الزور يعني. فيقول واحد يجي يدق الباب على اساس او يضغط الجرس على اساس انه يطلع الناس اللي بيكونوا جوا البيت ما بيكونوا شايفين اصلا مين اللي في الباب يعني. ايوه فبقول له مرحب انكر يعني نكر الجريمه نكر الموضوع يعني على اساس انه هم سلف انا عايزين يعني انا جاهزه حخش طوالي. فطبعا شهادة الزور دي يعني حاجه يعني جريمة كبيرة جدا ومحرمة شرعا يعني. نعم. دق الباب كذا نكر. جاهزين. إذا هي طبعا زي ما قال الدكتور مصعب هي حاجة شهادة الزور محرمة تماما. ونتمنى فعلا الناس لأن الحاجة دي فيها قسم فيها حليفة، نتمنى الناس فعلا تكون يعني بجد يعني هي أمينة مع نفسها، لأنه أنت بتضيع حقوق حقت ناس. واحدة من الحاجات اللي ما منأيد إحنا حكيناها كقصة وكحاجات يعني موجودة في المجتمع لا ننكرها طبعا. هي حاصلة مجتمع أي مجتمع فيه موجود.